السلام عليكم. هيئة السكة الحديد يا جماعة هتزرع لكم الشبابيك. شوفوا الزرعة دي نبتت ما بين لوحين الزجاج، في 6 مللي ما بين لوحين الزجاج جات فيهم التقاوي ونبتت هذه الزرعة. لو عامل لكم كمان التربة، السواد بتاع التربة عشان يبقى المنظر طبيعي، وجبال من بعيد علشان المنظر الطبيعي يكتمل. وشوف هنا الطينة والوساخة عاملة خضار، خضار الطحالب يا جماعة، الطحالب مخضرة عشان الراكب يسترخي ويتمتع بالمناظر الطبيعية. يعني ده شيء يساعدك كمان على التدبر في خلق الله. تتذكر الآية الكريمة وأرسلنا الرياح لواقح. شوف البذرة بتاعت هذه النبتة أرسلتها الرياح إزاي وزرعتها فين، في منطقة ضيقة جدا. يعني دول لوحين زجاج المسافة اللي بينهم 6 ملي، فشيء يساعد على الاسترخاء والاستجمام على أساس إنك تستمتع بالسفرية. جابوا له الزرع في الشباك، شوفوا التراب اللي داخل من الشباك، ده التراب اللي داخل من الشباك. على فكرة دي درجة أولى، سفرية القاهرة أسوان يوم 24/5/2022 تمن التذكرة 275 جنيه. فطبعا زي ما بياخدوا فلوس بيقدموا خدمات، فبيزرع لك الشباك. شوف كمان حضرتك المسند بتاع الرجل اعزكم الله بايظ بايظ، تيجي ترفعه ينزل تاني. عشان تسافر انت حضرتك 18 ساعة من القاهرة لأسوان قاعد مش مستريح، الدواسة بايظة، السنادة بايظة، الشنطة اللي هتحط فيها الأكل أو إزازة المية مقطوعة بايظة. أهو تحط إزازة المية من فوق الى هوبا تنزل لك من تحت. 275 جنيه التذكره من القاهره الى اسوان، القطر خد 18 ساعه، دخل بينا الساعه 2، طلع من القاهره 8:30 دخل اسوان الساعه 2. طيب ما فيش طقم صيانه بيعدي على العربيات يشوف العيوب دي ويعمل بيها تقرير؟ بياخدوا مرتبات بس، ما فيش تقارير بتتكتب. العربيات دي ما بتدخلش الورش أول بأول، تتصلح العيوب اللي فيها، شبابيك تتصلح، دواسات تتصلح، شنط تتصلح، كراسي تتصلح.